استاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. حبيبنا مساء الفل استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. اتمنى تكون متابع هذا النقاش عشان يعني تدلي بدلوه. اسمح لي بس احيي النائبين المحترمين الاستاذ طارق السعيد الاستاذ مكرم يعني اخو وصديق المرحوم الجميل الله يرحمه هرمان صدوان. انا سعيد بوجوده مع الشاشه الاثنين. الله يخليك يا فندم. الله يكرمك يا محمد بيه. استاذ محمد تعليقك على الاجتماع الاخير اللي حضره قرابه 51 نادي وايضا كانت هناك توكيلات وتوقيعات يعني فالعدد زاد عن 100. هل انتم فعلا يعني واثقين انكم لما هتروحوا باللجنه الرباعيه اللي هتقابل الفيفا ان شاء الله هيعلن خلاص قبول طلباتكم وهيدعو لانتخابات لاتحاد كرة القدم؟ استاذ خير بلا شك وصديقي الاستاذ طارق السعيد يعلم ذلك تماما انهم مش يقبلوا، هم مجبرين على ان يقبلوا ولا يمكن ان هم يعني اسف اللفظ يوحوا في الموضوع ده بعد ان احنا انا شخصيا تقدمت بدعوى قضائيه ضد الفيفا مش ضد الاتحاد الكوره ولا ضد لجنه ولا انا مقدم دعوى قضائيه ضد الفيفا وبدات تاخد امام القضاء المصري. انا اسف يعني ما بيعتدش بيها. لا 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 لا, لا. في لجان شالت بلاتر اتشال باجراءات مواجهه موازيه ورئيس الاتحاد الافريقي اتشال باجراءات موازيه فمساله ما بيعتزش بيها دي غير موجوده تماما. في نص في لوائح الفيفا من اي جهه او اي شخص لديه ما يفيد بان هناك كوربشن او في فساد او في شيء بيضر بمنظومه كره القدم فمن حقه ان يتقدم بيها. احنا رفعنا للفيفا نفسها الخطوات كالتالي، رفعت للفيفا قلت له ان احنا انت سبب تدهور كره القدم في مصر وضياع عامين ونصف من انتظام هذه المنظومه وان احنا بنأكد على ان احنا عندنا حطيت له 36 بند بنقول فيه دي اسباب انك انت اسأت لكرة القدم المصرية وان احنا دلوقتي بنعد لعمل كل الخسائر التي تكبدتها الكرة المصرية وتمهيدا ان احنا هنطالب بتعويض كبير جدا. دي اول خطوة لازم ابعت الاول للاتحاد الدولي نفسه بقول له كده هوت. وبالفعل وصلت المذكرة كاملة من 15 يوم، وصلت مذكرة من 4 ايام وانت يمكن شفت الحراك اللي حصل طبعا من واعقابه كان حاجه مهمه جدا اللي هو تدخل بقى سياده النواب ولجنه الشباب والرياضه. بس انت مهدتنا الارض كويس. نرجع برضه ثاني اقول لك ان بعد ال 15 يوم اولا هو بعت للاتحاد مذكره بيقول له فيها رد على الاتهامات وعلى الكلام اللي بعته سيد محمد الطويله علشان نقدر نوصل لكل الحقائق اللي هي بقول لك 36 موضوع. طيب ايه اللي بيحصل لما ردش عليا الفيفا خلال هذه المده؟ خلاص اصبح لي الحق ان انا اتوجه راسا الى المحكمه الرياضيه العليا وفي المحكمه الرياضيه العليا ساطالب بالتحقيق. اولا هي لجنه الفيفا لابد بعد ما بتشوف الورقه ده اهو تبعت لي لجنه استماع هنا في مصر، لجنة الاستماع دي تيجي تستمع لكل الكلام اللي احنا قلناه ويتم التحقيق فيه. لو لم يحدث فاحنا هنروح فورا يبقى لي الحق اروح للمحكمه الرياضيه العليا في لوزان ونعرض كل القضيه وساعتها هنتقدم بطلب تعويض لا يقل عن 1 مليار جنيه لصالح كره القدم المصريه او لصالح اعاده ما فاتنا من كسب خلال العامين الماضيين. حسب كلام حضرتك اللي انا فاهمه ان 30 يوم من الان هتكون حاسمه في تاريخ كره القدم المصريه. ان شاء الله. الاهم من الكلام ده كله الفيفا واللي احنا عملناه والمحكمه ده اجراءات احنا خدناها دلوقتي او انا خدتها على عاتقي بصفه عامه، طبعا على فكره سياده النائب طارق
يعني زميل كفاح وماشي معانا في الموضوع ده من زمان، ودعا اكثر من مره في نادي الترسانه، ورحنا وقعدنا عشان نحاول نخلص من الهم الكبير اللي هي اسمها لجان التطبيع او لجان الوصايه او حضانه الفيفا. ولكن للاسف الشديد احنا كنا مضللين في فتره كبيره جدا. اهم خطوه انا شايف ان فعلا نوت الحكومه المصريه مشكوره، او من خلال الساده المحترمين اعضاء مجلس الشعب، وبوجه لهم تحيه كبيره جدا جدا جدا، عشان نثبت انه لما اراد اعضاء الجمعيه العموميه انهم يزعم الى جمعيه عموميه عشان ينتهي من هذا الهم، خلال 24 ساعه اجتمعوا، وان العدد بالكامل مش ال 55 او ال 51، لا ال 94 عضو على قلب رجل واحد، لان هذه الازمه الكبيره. قبل ما اوصل لشهر ان شاء الله هيكون الحراك وصل لقمته، وهيكون فعلا ستنتهي مصر لاول مره من هذا الكابوس اللي اسمه لجان التطبيع. وعايز اقول لك يا استاذ خير، حاجه مهمه جدا، للاسف احنا ضللنا وحصل تلاعب كبير جدا على كره القدم المصريه، وكره دخلت في طريق في نفق مظلم بسبب ادعاءات كاذبه. انا بقول كلمه المسؤوله عن كل كلمه بقولها، وده اللي قلته الفيفا، ادعاءات كاذبه وجهت الى الكره المصريه، حتى يمكن للجنه التطبيع انها تدخل وتنشئ لجنه تطبيع في مصر. معناه ايه الكلام ده؟ ليس من حق لجان التطبيع، وهي على فكره بالمناسبه، هو ليه حضرتك مسميها لجان التطبيع؟ مش هي لجان ثلاثيه او خماسيه؟ لا هي ثلاثيه او خماسيه، ده عدد الاعضاء. ماشي، بس لجنه التطبيع كلمه يعني ليها معنى معين يعني. ايوه، انا هقول لسيادتك إيه قصه لجان التطبيع وايه فكرتها. لجان التطبيع، ما اصل لما الناس بتسمع الكلام ده لازم تعرف خطوره ما كنا فيه. وانا فكرك لما برفع قضيه على الفيفا وبتهم ب 36 مستند، هل انا من السذاجه ان انا اقاضي مؤسسه بهذا الحجم ان لم يكن عندي ما يدل ان احنا فعلا كانت هناك محاوله فعليه لتدمير كره القدم المصريه بالتضليل؟ هرجع بيك. اولا يعني ايه معنى انك انت تعمل لجنه تطبيع في بلد من البلدان؟ بداية البلاد التي تم تنفيذ هذه الوصية على مستوى العالم لم يتجاوز 11 دولة، واحنا رقم 12. والدول دي لما تسمع اسمها كلها دول ضعيفة جدا، مش ما فيهاش مستوى حياة، مش ما فيهاش كرة. يعني الفيفا كان ايه بقى؟ متربصا بالكرة المصرية مثلا؟ ده مش متربصة، لا دي عملت مؤامرة على الكرة المصرية، مؤامرة من احنا رايك بمنتهى بفصيح العبارة، مؤامرة محبكة وتضليل، وللأسف وقعنا في الفخ ده هوت. لأن في الأول ايه مصلحة الفيفا ان هو يتربص بالكرة المصرية وانت أساسا مش موجود على الخريطة العالمية يعني في المنافسات الدولية؟ لا ما فهمت سؤالك يا أستاذ أبو خيس. يعني أنا بسأل ايه مصلحة الفيفا؟ حضرتك ترى ان الفيفا تربصت بالكرة المصرية عندما شكلت لجنة التطبيع وهي اللجنة رقم 12 وسبقتنا 11 دولة، ايه مصلحة الفيفا؟ انت اخدتني للب الموضوع. وده دوري كمذيع. انا رفعت الدعوة ضد الفيفا لان احد اللجان بالفيفا لجنة فاسدة. ولما بقول لك في لجنة في الفيفا لجنة فاسدة، انا بعني هذه الكلمة. هذه اللجنة الفاسدة هي لجنة التطبيع الدولية، إحدى لجان الفيفا، اللي هي بتخش تحاول بتتدخل في شؤون الدول الضعيفة. أول بند لهذه، الشرط الأساسي أن تكون هذه الدولة قد انهارت فيها الإدارة الرياضية، إن هذه البلد ليس بها مقومات الإدارة الرياضية، انهارت. لا يعني بقول لك الكلام ده كله من 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 من, من طب لحظة، لما الفيفا تدخل ليه أنتوا كأعضاء جمعية عمومية ما واجهتوش الفيفا وقلت لهم لا حطوا لنا ضوابط محددة وحاكمة، هتعينوا لجنة يبقى ثلاث شهور وتجرى بعدها انتخابات، أنتوا كنتوا فين؟ يا أستاذ خير أنا بقول لسيادتك الجمعية العمومية ضللت مش الجمعية العمومية، مصر كلها. طيب خليني أكتفي بهذا القدر من المدخل.